وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ودائماً مشروعاتها التنموية متكاملة في كل المجالات وشاملة كل فئات المجتمع. ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم مكانة كبيرة في هذه المشروعات، كان لازم نسمع منهم احتياجاتهم. مش لازم أكون موظف حكومة، أنا نفسي أعمل أنا المشروع بتاعي وأنا اللي أكون مسؤول عنه وأنا اللي أديره، بس أتدرب كويس. محتاجة تدريبي يكون بروفيشنال عشان أقدر أطور من نفسي وأنمي مهاراتي. كنت بشوف إعلانات وظائف كتير، لكن ما كانش حد بيحكم عليا بشكل مهني، فكنت محتاج حد يحكم عليا بشكل مهني محترف أكتر من كده. طبعاً عايز أشتغل وأثبت وجودي، بس محتاجة شغل كويس يناسب ظروفي. إحنا ناس عندها طاقات وقدرات كويسة جداً، لكن محتاجين وسيلة نعبر بيها عن نفسنا. الأشخاص ذوي الإعاقة عشان يقدروا يحصلوا على وظائف مناسبة عندهم احتياج قوي قوي لأن هم يؤهلوا في طريقة التعامل جوه المجتمع، يقدروا يشتغلوا إزاي، يقدروا يكونوا بيعيشوا عيش مستقل لوحدهم. محتاجين كمان أدوات للجمعيات زي مناهج تدريبية. ومن خلال استراتيجية واضحة وضعتها الوزارة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات الحياة، بالتعليم، التدريب، التأهيل، التوظيف، عن طريق إتاحة وتطوير أدوات التكنولوجيا المساعدة، تم تنفيذ مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار مهاراتك مفتاحك للعمل، واللي استهدف رفع مهاراتهم من أجل الحصول على وظائف لائقة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. كان مهم قوي في بداية المشروع دراسة احتياجات سوق العمل لكل فئة بكل محافظة. أهم حاجة اشتغل عليها المشروع إزاي يقلل الفجوة الموجودة بين طالب الوظيفة ومقدمها. نظمنا ورش عمل جمعت بين وسطاء التوظيف والشركات والجمعيات العاملة في المجال لرفع وعي الشركات بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. نجحنا في أننا نبني أول شبكة مصرية من الشركات الداعمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والرفع مهاراتهم لتناسب سوق العمل. طورنا محتوى وحزم تدريبية ملائمة لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية، مهارات ريادة الأعمال، أساسيات الحاسب الآلي، مهارات مراكز الاتصال، مهارات التصميم والجرافيك، ومهارات صيانة الحاسب الآلي. نفذنا ورش عمل لتصميم التفكير الابتكاري للتفاعل بين الشباب المبرمجين والأشخاص ذوي الإعاقة، نتج عنها أفكار تطبيقات إبداعية تساعد في التغلب على بعض التحديات اللي بتواجههم. ولممارسة الحياة باستقلالية أنتجنا أول سلسلة حلقات مصورة باللغة العربية لتأهيل مصابي العمود الفقري وظيفياً، وأتحناها على شبكة الإنترنت. ومن أجل تعزيز المزيد من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إطلاق مسابقة السياحة الميسرة لأول مرة في مصر، استهدفت الفنادق ومقدمي الخدمات السياحية وقاموا بجهود متميزة في تيسير الوصول للأماكن السياحية وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع السياحة. وبالرصد والتقييم لكل مراحل المشروع وبمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وشركائنا في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، ناقشنا التحديات والحلول وخططنا مع بعض أفكار جديدة لاستدامة المشروع. بعد التدريب عندنا فريق مؤهل من الأشخاص ذوي الإعاقة كمدربين، عندنا مناهج تدريبية بتتبع التصميم العام بتنفع لكل الناس أشخاص ذوي إعاقة ومش ذوي إعاقة. كمان بقى عندنا علاقات في محافظات، اشتغلنا في كذا محافظة في مصر منهم محافظات في الصعيد، وبكده نقدر نستمر بشكل أفضل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عشان نقدر نساعدهم على إيجاد فرص عمل. تدريب ريادة الأعمال فادني وغير حياتي كتير، خلاني عملت جمعية أهلية لذوي الاحتياجات الخاصة بتخدمهم وتخدم ذويهم. دلوقتي بعمل مشروع مول أونلاين بيسوق المنتجات بتاعتهم من مدينتي تمام على مستوى العالم كله. هي أنا خدت التدريب بالفعل وبعدين اختاروني أن أنا أكون مدربة في المشروع. أخدت تدريب TOT ومباشرة بعد التدريب انتقلت للمحافظة الإسماعيلية دربت فيها مجموعتين، وبعدين انتقلت مطروح دربت مجموعة، زادت ثقتي في نفسي أكتر، فكان تجربة مميزة واستفدت منها كتير جدا. اتدربت ولقيت الوظيفة المناسباني، ودلوقتي أنا شغال في شركة إكسيد في القرية الذكية في مجال الكول سنتر. استفدت جدا من التدريب كمادة علمية ومن الحلقات المصورة اللي عملها المشروع،
وده شجعني وشجع ناس كتير غيري ان احنا نقدر نعتمد على نفسنا وننزل من البيت لوحدنا. تكنولوجيا المعلومات بما انها مسيطره حاليا في كل حاجه، فهي فادتني كتير. بقيت بدخل، بقدر ادخل على مواقع انترنت واستخدم كمبيوتر بحريه. وبعد ما خلصنا تدريب رياده الاعمال فكرنا وقررنا وانشانا اول قناه مصريه وعربيه على اليوتيوب، وهي قناه فارس 2SG، وهي قناه معنيه بنشر الاخبار والنماذج الناجحه من الاشخاص ذوي الاعاقه. وفي طريقنا دلوقتي لانشاء اول موقع الكتروني اخباري معني باخبار ذوي الاعاقه في كل انحاء العالم العربي.